احنا النهاردة هنتكلم في التكنولوجيات الحديثة في تصنيع الأدوية، والحقيقة ان هذه التكنولوجيات بتعتمد على جزئيتين مهمين. التارجتنج يعني الدواء يدخل على المكان اللي هو محتاج علاج، زي ما سمعنا قبل كده في الفيديوهات على المونوكلونال انتيبوديز واستخدام الجسيمات الصغيرة او النانو تكنولوجي في ان هي تقدر توصل للمكان اللي هو محتاج يتعالج بس بحيث ما تضرش الاجزاء الباين. بالاضافة للتارجتنج بيهمنا حاجة تانية، المحافظة على سلامة المادة العلاجية وان هي ما يحصلهاش انهيار قبل الوصول للخلايا المستهدفة، يكون لها بايو افيلابيليتي سليمة، توصل سليمة لمكان العلاج في الجسم، وفي نفس الوقت الجسم ما يدمرهاش قبل ما يستفيد بيها. في تكنولوجيا حديثة بيسموها الجسيم او الشحمي او الليبوزومال، والجسيم الشحمي ده عبارة عن فقاعة صناعية صغيرة احنا نشرنا شكل تخيلي ليها، بتحتوي على مكونات بتشبه تلك الموجودة حول الخلايا البشرية النشطة، وده بتبقى جزئية مهمة ان هي اما بتكون شبه الخلايا البشرية بتقدر تندمج معها، وبيسمح هيكلها الكروي المجوف بالنقل مواد مختلفة من الفيتامينات والمعادن والمكونات الصيدلانية مع الحفاظ على سلامتها ومنعها من الانهيار قبل الوصول للخلايا المستهدفة. وفي الحقيقة انه هذه الجسيمات في تكوينها وفي شكلها هنلاقي مجموعة من الحاجات اللي هي شبه الجسيمات اللي احنا نشرناها بكده، اللي هي الجزء اللي بيبقى فيه جزء محب للمية وجزء محب للمادة الدهنية. لو نكمل المقدمة وبعد كده نتكلم على الجسيم الشحمي او الليبوزومال، نتكلم على الجسيمات الشحمية في الفيتامينات والمكملات الغذائية. بنقول ان جسم الانسان عبارة عن آلة معقدة تعمل على نحو الامثل مع الرعاية المناسبة، في حين ان العديد من الافراد يدمجون المعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية في روتينهم اليومي لتعزيز صحتهم، الا ان القليل منهم بيفكر في قدرة الجهاز الهضمي على الامتصاص عند تناول اي شكل من اشكال الفيتامينات، وبتفقد معظم الفوائد البيولوجية مما يؤدي لفاعلية اقل من المتوقع. لتحسين هذه الفعاليات اجرى المهنيون الطبيون والعلميون ابحاث شاملة حول قضايا الامتصاص مما ادى لتطوير تقنية الجسيمات الشحمية اللي احنا هنكمل الكلام عليها المرة الجاية. مع السلامة.